نبي الهدى يا أعظم الناس نائلا ومجوده في العالمين عميم ومن هو بالدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب الكريم تباركت يا ربي تباركت يا ربي باسمك في الأمور فإنني عرفني هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت يا ربي بأسرار الغيوم نور الأنام ساطع المحيا نور الأنام ساطع المحيا نور الأنام ساطع المحيا يا كون